عيدودي والبدري ديال داك العام وهذا وعندي البدري الصغير دابا. هادشي كنت كنشوفو تبارك الله كتقول اللي بغى اللي بغى الناس اللي مسك عليهم الله، وكاين الناس المتوسطه وكاين احنا الحمد لله في البلد اللي غادي تصوروا السي سايز مع هذه الطاقه اللي كيبدا من 40000 50000 60000 70000 درويش يعيد الغني يعيد الحمد لله ما عندناش مشكل. مرحبا واخا سي فريد. خويا فريد حنا غنبداو واحد البدايات ديالك والناس متمشاو مع هذه الخيرات اللي كتمشاو قدامنا تبارك الله. الناس واخده واحد الفكره كتقول سي فريد يلا بدا ما عندكش ربما نقولوا مول الشكارة جا جمع هادشي دارها بنا ورثها ماشي ورث الوارث راه وارث. قالوا السي فريد نعم السي سعيد شي ورثنا على والدي ولكن علاش فريد ما كانش بيه؟ اسمح لي كنا وارثين داك السي اها اللي دخلنا له في 2017 واحد الخطوه خطوين الله نوك اما هادشي وارثين وهادشي على والدينا. هذاك الدري راه مسجود عندنا اللي بارك عندنا دابا اللي ولا خو مصطفى يعني الناس العائلات اللي خدامين مقابلين هذا اللي خدامين عندنا مسجودين عندنا هذا ولدنا راه كابر عندنا سوار تبارك الله زاد عند والدي. وسي سعيد سمح لي دوك البنايات ديال الحجر واش باقي كتشوفهم؟ لا من ما تسمى البنايات القديمه ديال والدينا الناس هذاك الشيء بنايات ديال الحجر وزاد تطورتي شي شويه. انا طورت هذو البنايات ديالي اللي تزادوا دابا حاليا هادو بنيناهم من الغنم او عرفت القضيه اسمح لي قاطعتك ليها عرفتي اول مره كنسمعها مع احتراماتي للناس اللي كنصور ولكن اسمع هذه القضيه ديال الحيط بصراحه بزاف الناس كنصور انا مع احتراماتي للكل ولكن هذاك التصوير ملي كنصور اخويا فريد كنسمع بان الناس محنه كاين الخساره بزاف كاين نعم يا كاين الخدمه كاين التمارة ولكن كاين الفر كاين الرباح هادشي راه كنجمع كنا الناس رابحين منه نجمعوا هادشي نحيدوه ونمشيو فحالي واش غادي نضربوا التمر شكون اللي كيضرب التمر فابو لا هادشي راه مستافدين منه بهذا الخير ديال الغنم وديال الكسيبه من العيد العيد الحمد لله كيكمل كنمشيو نبنيو ونشريو ارض هو اللي خارج عليا هو مصطفى نقدمو نتا هو اللي خارج كل عام يدبر لي على ارض يدبر لي يبني يقول لي اجي نبنيو اجي نطوروا المشروع كل عام فين يخشي ليا راسي ولكن الفضل ديال الحمد يعني الحمد لله اللهم لك الحمد هذا كيبقى حق الله ونشكره هذه نعمه ديال الله. ترسي انا سي سعيد انا لانوك اللي دخلت لها في 2017 انا كنت كنبيع الحولي ماشي 15 عام عندي كليان قدام كيجي فهمت سيدي مؤمن في انس انا معروفين هنا في هذا الدومين هذا ديال السردي هذا ديال الحول ولكن لانوك اللي مشى معنا 2017 وبالنسبه لهذا الانوك دخلتي اشنو اللي خلاك يعاونك حيت الناس بدات واحد المده طويله بصراحه كاينه صعوبات باش يوصل للمستوى اللي وصلتي ليه من 2017 لدابا خمس سنين ودخلتي في النخبه اول عام تقريبا النخبه هو العام غطاس سعيد خصك تكون غطاس شوف نعم ماشي اجي وكون عمان راه اي دومين عنده موال راه حنا اسمح لي راه حنا راه داز علينا البقر تكلفنا فيه الخدمه ديال البقر حتى هي جاتنا الكسيبه اسهل حاجه سدا طورنا بها حنايا ماروك مشينا شرينا حواله شرينا غنم شرينا حواله غالي شرينا غنم غاليه وكانت عندنا الغنم وزنا طورنا الغنم المسائل ومعاوني 70% ديال المرقد حيت عندي المرقد حي ديال الصرف المرقد الكسيب المرقد اللي كنهضر عليه الحمراوي تبارك الله وقاسح وواقف المرقد صحيح الكسيب المرقد صحيح ولكن المرقد المرقد كنقولوا انه طلع على كل الجوده بالنسبه للجوده الناس دابا حاليا حنا في وقيته راه هنا الناس دابا حاليا الحمد لله قلت تقدت انا جيت لقيتك تقريبا بعتي فوق وقال شي 70 راس لي غير اليوم مع الافتتاح هو اليوم هو الافتتاح اول كليان السيسه وعندي النقاه وعندنا الصدق وعندنا المعقول وعندنا شعبيه كبيره الحمد لله كيخليك الشجاك تطور قلتي المرقد المرقد احنا معروف كاين المرقد فيه جوج انواع كاين اللي كيطلع يعني الحول اللي كيبين النظره الزين ولكن كاين الجوده ثاني الجوده واش كنهضروا حيت انا بالنسبه لي السي سعيد انا دابا الحبينه كتزاد عندي مسكين في عطيتو الماكله ودابا البهيمه انا عندي كتزاد يوم على يوم حيت علاش الجوده والمناخ والمرقد والتربه البهيمه كتزاد انا نعطيك مثال شي عندك دابا احسن شويه في المغرب فين كاين كل صدق كل صدق فيني مزاب بصفه عامه ولكن مسقط الراس فيني الله يرضي عليك دابا هاد القناه هاد المراقد هادو راه حيين ديال الصرب وكتطلع فيهم الكسيبه 100% السيسه انا جربتها انا بهيم كانت في بلاصه جبتها عندي تبدلات جاو مولينا كسيبه كبار قال لي ودابا الحوالي انا ما كنبيعوش بكري السيسه كتبيعش كيبقى يتزاد يعني كتستافد منه انت هو دابا الحوالي عنده 6 شهور السيسه راه
نجيو نقربوا عند دكتور نمشيو. تبارك الله صور سبع ما شاء الله صغير. تبارك الله ما شاء الله حل حريف لا كساب ولدي كساب تبارك الله ما شاء الله لوحه ربانيه. دابا هذا الشيء خويا فريد حنا ما مشيناش لانو كتشي راه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شي ديال العين انا عندي الفحله انا دابا عندي غنم كلها سيليكسيوني ديال لانو عندي 1000 ديال الغنم وخلينا 1200 ديال الغنم دابا اللي عندي سيليكسيوني ديال لانو دابا انت اوكي دابا اللي نفهم منك اخويا فريد انك الحولي هذا ولد الغنم ديال لانو ولد الغنم ديال لانو وفي نفس الوقت زيود عندك مهلي في عندك بديتي غادي معاه وقلتي كاين الصغير اللي حاليا غيقدر يطلع للعم لم 2023 باذن الله موجود يعني انت دابا حاليا راه كتبيع دابا خدام على هذا دابا صافي مشى حنا كنشوفوا 2023 كتشوفوا كنبريباريو الغنم اللي كنطلقوا عليه دابا الفحاوله باش تعطينا في 2024 لا طول الله العمر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله كدير السراب والكمال على الله ماسك دابا ليها ما تنفخ الرزاق الحمد لله دابا غادي ندخل معاك شويه في الخصوصيات مرحبا سي فريد شحال من عام كيقولوا الشعر سعيد كنتي خبرتي ماماك جيت انا رجعتي سمعتي لا انا معاك 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 سي فريد كيقولوا الفريد الكساب الشاب الحمد لله سي فريد كاين بعض التعاليق كيظنوا بان فريد من بعيد كيظنوا بانه ربما متكبر عجبو راسو ربما المعامله غيلقاو معاه صعوبه صافا اجي اجي لا سير كمل هذا الشيء اللي بغيت ربما انت شنو انا الحمد لله انا ما حيت شهاده الحق تعاملت سي سعيد سمح لي قاطعتك هذا الكلمه اللي كتقول هذا مصطفى مقابل لي الغنم اييه هذا كبر معايا كاخويا هذاك الصغير كنبرك في ظهره وكنبات عنده أيه. بس معايا دابا ولادي كنخليهم عنده الفتره ديال الصيف ديال الربيع كيبقاو عند ولادو كيبقاو عندي يمشيو معايا كازايا كنسي مصطفى حنا عائله حنا شعبيين حنا خوت ما عندناش ديك التكبر حنا شوف اللي كيحبنا كنحبو حنا كنعيشو انسان ثاني ما نحكموش عليه ربما من واحد النقطه ماشي نشوفوا البنايه نشوفوا شي حاجه ربما الناس حيت دابا كاين واحد الناس اللي كتبغي تعيد مرحبا يعني وكتظن بان راه فريد غيكون صعيب ولا شي حاجه لا مرحبا الدراري كنخليهم يخدموها مع مصطفى راه كيبيع راه هذا كان كيبيع لي الحول الراس كيتخلص خو كيبيع لي الحول في كازا وما كيصير بالعكس حنا ديال كلشي ديال الناس كما حنا ديال الناس عندنا شعبيه عندنا احباب اللي كيجي عندي كيبقى ديما كيجي عندي عندنا شعبيه كبير الحمد لله الحمد لله وفي هذه المنطقه ديال الجزائر الشعبيه الحمد لله رفعت شفتي واحد الريبورتاج صغير كان درتو في قلت لك الشرف في منطقه المزابي حيت ربما انت الوحيد في انوك مزابي والحمد لله ك كنحبو ليس انا لك انسان متبادل في الله بالنسبه ل جيب 14 سوبر من اول مره احنا عام على عام كنطلبو رجعنا لانوك عطاونا 14 سوبر اللي عطات لانوك تباعو تم ما طاروا الحوار لانوك عطاتك واحد السوبر بروميير راه بروميير هادي راه كون صادق قلنا لانوك راهي اللي طورت هي اللي طورت هاد السيد اللي كيجي عندنا لانوك عندنا تقني السي احمد بن سريع هي كيجي عندنا تولي تحية مرة كنطور لنا السلالة ديالنا يجي يعزل في الخرفان يعزل لي في الحوميات كاين تعليمات وتوما الحمد لله خدامين وحنا كنخدموا كنطوروا روسنا ولكن لانوك هي شوف ديما الشيء ديما كل عام كتفيدكم الجديد من كنا كنقراو عندكم حنا كنتعلموا من هي اللي طوراتنا وهي اللي دخلنا لها حنا كانت عندنا الكسيبه انا راه معروف هذه منطقه مزار مناطق هنا ولكن لانوك هي اللي خلاتني ندخل لها وندخل نطوروا في كسيبه حيت حنا كنا كنقلبوا على الدمعه على السبيطات على الوجه على الشمال حتى الكليانت هما تعطيهم شي حاجه اللي زوينه تبارك الله يا ودك مرحبا وشوفوا الفطر ماشي كيرجع ليا الحمد لله حنا في جهه طيف عندهم هادو خوتي ناكلوا وسط منهم راه ما كنجيب لولادي مع البرك لا هو نجي نتخشى وسط منهم ياك سي مصطفى الحمد لله الحمد لله وهذه حاجه تبارك الله زوينه ان تكونوا عائله الحمد لله وقلت لك طور راسك راه بغيت تزيد القدام خصك تكون متخلق متواضع تكون نقي انا كنتعلم من الدنيا السي صاحبي كنت نستافد منك انا فهمتي يعني ما بجاتش بكبير ولا صغير لا لا الكلام لله والنيه والصدق
الله يرحم. اي تقريبا من جميع الانبياء منهم الرسول عليه الصلاه والسلام من الاختبارات اللي دازوا فيها هي راعي الغنم والحمد لله من اشرف الصبر كبير شي حاجه كبيره السي سعيد الحمد لله. والسي فريد الناس ترتاحي زي واش انا درويش ولا واحد والله قسما برب الكعبه الى سعادتك السي سعيد انا جاي معايا دريش بالك الحمد لله الحمد لله الحمد لله اخويا اخويا فريد الناس تبارك الله اللي كيبغيو يتقداو واش تقول لهم؟ مرحبا كبير صغير عائلة الرقم هو على الشاشة الرقم هي كلها على الشاشة مرحبا بالواحد اي واحد جا وخاصنا نمشيو نشوفو تبارك الله نشوفو بدري نشوفو الاخر عاوتاني ونوريك الفحولة باش غادي يخدم المستقبل ونوريك الغنم اللي كتولد هي دابا ان شاء الله والخدمه اللي خدام على المستقبل اهم شيء ان شاء الله وغادي نوريك البنايات اللي بنينا ان شاء الله وكيف كنقول لك هذا اللي خير جاي ما تقول لي السيد كبلادنا بغاك الخير اخويا فهد لا خويا كيجرك الخير شوف يبقى عنده فلوس يبقى عنده الامال كاين الصدق الصدق انا في طبعي كاع الناس كتقول انا صادق السي سعيد انا ديري بيضا بيضا كتمشي تموت ما عنديش مشكل تحرق ما عنديش كون معايا راجل نرد لي واحد النهار وخيت امي مقلقه قلت لها ودي كاع من بعد الموضوع بعيد عنك قلت لها ودي خلقت علاش ديال زي الصبار الحياه كتسامر الانسان ديما يشوف القدام وصافي كما كنقول لك حنا اللي كنديروها واش ربي اش باغي يعطيك ربي الا بغى لك كون فيا كون السي سعيد الله يرحمه صبر شويه وتعامل وشد الاعصاب دابا العام صعيب السي سعيد هذا العام شويه صعيب الكساب كيتشكى سرحتي شويه كيتشكى هي الغنم خارجه صافي هي دابا الانسان شد الاعصاب حنا كنخمموا الله يرحم والدينا رجعوا عندي رجعوا عندي عيالات مع الصبار صحنا عندنا والدينا عندنا خواتاتنا عندنا مونا ما كنبغيش نخلصوا لهم المهم العصا في الرويضه وصل من شي اللهم لك الحمد واخا عام صعيب الحمد لله ماشي الحمد لله البركه ما تخطاش السي زوج نكذبوا ايوا الحمد لله الله يزيد فضل في فضل اخويا لا الحمد لله حضرت والجميل في الامر لا ازيدنكم الله سبحانه وتعالى كيقول اييه والحمد لله انا حضرت ثلاثه المبيعات ولا جوج بالضبط اللي حضرت لهم ترشمو في الاخر حيت انا جيت حتى العشيه ما كاينش بزاف ديال الكلام كلمه جوج حيت حاجه باينه سير حتى الانسان كيشوف الكاليتي بعيد عندي عارف شنو كاين مرتاح كيقول لي 10 عندي عندك فريد فين ما مشات بينا فين ما مشات غزات كان كيقول لك نمشي انا مرتاح نهار العيد انا مرتاح انا وليت ولكن نقى العيب ما كاينش الحمد لله هذا الضيعه كتكون ديك 5% غادي الناس الكسابه خصهم يعرفوا هذوك الناس اللي بادين وبساطه راه حوالي 5% راه كيرا كتمشي لك كاينه ضروري الحوايج لك عراج لك يتسهل لك يصبع لك الميه في الراه المشاكل ضروري كاين اللي صان الزرق زيد وزيد وزيد كمال الله سبحانه وتعالى راه حنا وباقي كل عام دابا هاد التلوث وهاد البيئه وهاد الشيء اللي ولا الامراض ديما الجديد ديما كتبقى بحال القاطع ديال كل عام علاش لانو كتطور الحمد لله لانو كتطورك وكتفايقك ولا عندك مشكل كيجيو عندك يديروا عندك كونترول لانو كرفع خير انا استفدت من هذا السي سعيد الحمد لله انا تعلمت من الخير وتطب اللي عندهم هذا العام الله يعطيهم الصحه وتعلمت من عندهم انا النهار كندوز في الخبز ملي كندوز في لانوف كتشوف اش كيبازي واش باغي نطبه كتحاول تطور راسك كتزيد تت كتزيد كتمشي دير شي تاس ولا شي امتحان كتمشي تقرا تقرا انا شي باغي 10 ليال حمراء انا خويا ما تقدرش ولكن نطور القاطع ديال العام جاي نجي ما نشوفش انا لهذا العام الحمد لله ما تشوفش ان راه خاص تكون عندك واحد 20 سبرت بعد ديك الساعه حتى خاصك تخدم على السنين المستقبل دابا السي سعيد المستقبل احنا ملي درنا لافون كان صافي من حساب الحولي مع هذا اللاعب لقينا 120 حولي على الفحل الناس هذا ما نفع الناس ما نفعش الحولي ما نفعش الحولي ديما الحساب
كاين لا كاين من اللي حسبنا لقاي 120 داو كيديو عند الناس دابا الفحله جاوا جوج مع الصباح داو حواله داو مال الغنم عندهم الفحله حيت دابا المواصفات ديال الفحل ديال الفحل ولكن كاين الناس العشاقه اللي كتشري لا هذا كيدي ديال لانو كيدو ديال لانو كانوا كيتزايدو ماكس بحالو لي من يدو باغي عاش عاش يقول لك وهب الله سبحانه وتعالى والحمد لله والحمد لله حتى هذا الشيء اللي كنشوفو قدامنا راه تبارك الله الناس كتبيعهم في السوق على اساس فحل وما كاينش تقريبا كاع في السوق ما كاينش هذا الخير كامل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انت حريف السي سعيد راه كتعجبني حريف لا ما تخممش تبارك الله عارف اش كاين وجينا تبارك الله خيرات ربي نمشيو نشوفوا نمشيو نشوفوا ما تبقى باقي الخير وخصبات معنا اليوم راه ما كرهناش ولكن انا معاك شوف قريب ليا الحمد لله انا حذاك شو نشوفوا تبارك الله مرحبا بك ترحب بك جدا تبارك الله انا نوريك الخروف يلا نمشيو نشوفوا الخروف تبارك يلا دخل هذا دخل خيرات تبارك الله سعيد تبارك الله ما شاء الله يعني اللي نفهم انه دابا حاليا عندك شي حاجه هوت كام الا قلنا بحال هذا خلينا العام الماجي يكون شي حاجه هوت كام ديال بصح هو عندك تسول لا كتكون ميسره الغنم مقدره عندي الحوالي كيكون عندي دابا النعجه كتقول تصور خروف زين الا يشبه المو ولكن النعجه تبارك الله راه عندك الحوليه شي حاجه هود كام جمال جمال تبارك الله خاصك تطور الخطيه بلا بغيت تزيد القدام دابا كل عام كل عام كتنقي الحوليه المزيانه تخليها واللي ناقصه كتحيدها باش كتبقى تطور المنتوج ديالك السي سعيد تبارك الله وهذا الشيء هذا الشيء دابا حاليا انت هذا الشيء حيت دابا اللي نفهم انه باقي شهرين هذا الشيء راه غادي ان شاء الله باذن الله زاد نص كيلو في النهار السي سعيد يعني ما شاء الله هنا الا كانت واحد الحولي فيه 40 كيلو من هنا لتقريبا واحد المده راه كنا غتوصل واحد شي 30 كيلو 30 كيلو تقريبا يعني غنا غتوصل واحد الحجم اللي تبارك الله اللي كاين ما كاين اللي كيزيد يهرب اكثر من نص كيلو في النهار حيت عندنا لانو كيجي يعبروا في الخروف ديال كيتزاد المسائل كيبقاو غادي متبعين مع الجمعيه دابا حاليا تدراوش كلشي عيد مرحبا شي مول 2000 درهم يعيد مول 5000 يعيد مول 3000 يعيد مول مليون جوج ثلاثة كلشي عيد كلشي كي يعني داك الشيء دابا باش نتفاهموا على قدو يعني مول 2000 درهم 3000 درهم راه كاين غادي يعيد فهمت بحال دابا هذا عندك من هنا الاخر الشهر غادي يتزاد تبارك الله وعندي النمو ديال الخروف كيطلع لي انا عندي دغيا حتى ندير المرقد داك الشيء علاش كنتي واحد الوقت هضرت معك ابيل وعلى البيع قلتي لي ما باغيش نبيع انا دابا قلتي لي حتى من بعد عيد الفطر عاد غنبدا نبيع كيبا حيت البهيمه انا عندي كتبقى تزاد حيت انا المرقد معاون ديال السي سعيد راه الهضره اللي قلت لك قبيله ديال المرقد عندك دابا كيبقى الحولي عندي انا كيدور الشهر ما كتبقاش تعرف كيتزاد تبارك الله كتغير حتى الكليان كيجي يدي من عندي حولي ديال العيد يدي دابا كيشري دابا في العيد ملي كيدي ما كيعرفوش شهدت الناس كاملين ما كتعرفش حولي دي حولي السي سعيد تجيك غريبه بالنسبه لي واخا ونجيو لهاد النقطه نهضروا فيها بالنسبه للناس اللي كدير الحولي كترشم كتوشمو كاين شي اشخاص ما حنا كن ماشي كنشيرو يعني ما كنحطوش اصبعنا على شي واحد كاين شي وحدين اللي تقريبا ما معروفينش كاع مي كيشري من عند الواحد الحولي ما كيتهلاش فيه لا سي سعيد اسمح لي الانسان انسان مزيان اللي ما مزيان شوف اللي مزيان مزيان راسو اللي خايب خايب راسو دابا حنا صغار كتقول باقي قدامكم المستقبل وزيد انت والحمد لله وتا بعيدا ان بينك وبين الله هذه كنا بينه وبين الله الله سبحانه وتعالى سترنا في يوم في الارض وفي العرض ولكن انت الحمد لله بصمتي واحد الصوره تعطوك اسماء كدير سميه باش انا دابا كاع الناس انا مارك كاينه ماركه تجاريه كسام ماركه تجاريه هي فريد المصابي راه معروف بها في العالم ماشي في المغرب عندي كليان كليان صحاب وهذه الشهاده ديال الناس ماشي ديالي انا في العيد الناس بغاو يتسطاو بغينا في رمضان ما يشوفوا غير فريد توحشنا بها ما كنشوفها الناس منفع عندنا وعندي النقاء والانسان كتقول الصحبه ماشي ديالها ديال المستقبل فهمت انا عطيتيني حولي نخسر من جيبي خاصك تلقى حولي احسن ما كيبات فهمت اللي فهمت منك اخويا فريد انت ما باغيش تخدم غير على هذا العام خدام هذا العام وباغي تخدم على العام الاخر يعني هذا العام مثلا بعتي مثلا 700 العام الجاي علاش اللي ما ديرش كخدامين معك اليوم هذا العام جوج عائلات ولا ثلاثه العام الجاي يخدموا معك اربعه العائلات العام الاخر خمسه العائلات ولكن هذا العام كتبتي واحد
خاصك تبقى كاتبو وخاصو هو يجي مع جوج صحابو. سي سعيد شنو كديرو على الشغلب؟ علاش تغلب؟ شوف كدير اللي تقد عليه. دابا راه هاد السنين انا نقول لك هاد السنين اللي داز الجفاف العام واعر العلف مضوبل جوج مرات كاينه العلف مول 3 دراهم دار 6 دراهم مول 2 دراهم دار 4 دراهم. دابا هادي الا خزنتو العام الجاي السي سعيد راه المينيمو خصك معاه كيلو. دابا في النهار نص كيلو نص كيلو كاينه تولي تعطي كيلو كيلو 3 تيوصل كيوصل حتى 3 كيلو في الماكسيموم. السي سعيد هذا حولي انا عندي غنم ميسله ومطاريه ومداويه حولي عندك اياك ياكل. انا بغيتي توصل داك الحل راه خاصك تافونسي معاه من الصوره. راه باز راه الحل خروف هو دابا من الحليب من الحليب. ماشي انت يكبر من الحليب الى من الخلا نجرو نعطيو التبن والماء. عاد نقول لك الحولي بغيته يكبر ويطلع راه ما عمرو يدير معاه الشيء. خاصو يبقى محضر كيف قلتي من الحليب مو خصها تكون شبعان مو شبعان هي عامر عامر ولا ولدت التوام هي مشكل. خصها شبعان ما شبعانش تلوح وتنفرم وتزيد. ولا بغيت تجي تعطي الحليب مشكله ثاني وحده اخرى اللهم اعطي العلف وما تعطيش الحليب. شوف ندير اللي نقد داك. دابا راه نقدر ندير حتى 3000 ديال الحولي كنديروا على حساب الجو على حساب الوقت اللي داير والعام كي داير. العام صعيب السي سعيد. دابا الكسيبه الغريب في الامر هو الناس غالبا حيدوها قطعوها كاين بزاف الحولي خطر ما يبقاش منه حيت النعجه الناس حيدت بزاف النعجه والنعجه هي المصدر والبقر هو ما بقاش البقر هو الناس غادي نصوروا اللحم الله يستر راه غادي تولي عندنا الله يلطف وصافي ولا رحمنا الله كل شيء تيبقى تعاون. وكيف ما قلتي بارك الله سبحانه وتعالى. بارك الله وانا تصدقت ندير 6000 ديال الحولي. انا اش كندير السي سعيد؟ انا اصلا هادشي انا عشاق ومولود ومحب الكسيبه وعزيز عليا. انا كنحب سبحان الله يعني انت الرسول عليه الصلاه والسلام كنحب هاد الكسيبه عزيزه عليا انا كنلقى فيها راحتي. انا داير هادشي ولا انا مدهي خدام ولكن هاد التجاره كون درتها في التجاره ندير لك 2000 ديال الحوايج نمشي ننقل ونشري من السواق ونجمع في حاولي وندخل ونبيع عند الكليان. وانا ديما شهر قبل من العيد كنكون كملت البيع شهر قبل من العيد وكنحبس السيطاتي نشري ونربح. ولكن ما كندير انا ولاد خدمي سالي ونحبس هذاك اللي كيدي سلعتي كنعرفو مرتاح ونهار العيد عيطوا لي الناس ودعاوا الخير وعيطوا لي العائلات هذاك ربح كبير السيسر. الحمد لله احسن حاجه انا دايرها ولا تبارك الله الشجاره وهي باغاني تعاطي هي عاطيك والحمد لله عليا هي والبنات كيقولوا لي يا عباد الله. ولكن راه والديك كسابه وانت تبعتي من الصغر. لا والدي شتي هاد الاراضي كامله ديال الوالد ديال الوالد احنا ها ولدنا الحمد لله الله يحفظك الحمد. خويا فريد ما سخيناش بك سيدي مرحبا على التلال الصديق الله يحفظك الشرف لينا ونهار كبير هذا وباقي الخير بينا باقي الخير احنا ان شاء الله غنعاودوا نزوروك مازال ما يتشاف قلتي مازال مازال المتابعين ديالك شنو تقول لهم والناس اللي باغيين يتقداو الناس مرحبا بهم وشرف لنا كبير واول مره غادي نبان في القناه ديال السي سعيد. والسي سعيد تبارك الله راه حتى هو تاريخ لا في التصوير لا في هذا المجال هذا ديال التصوير. والله يعطيك الصحه ومرحبا بهم وشرف ليا كبير يتفرجوا فينا الناس والاصدقاء واحتراماتنا لهم. واللي جا مرحبا بها السي سعيد شرا ما شراش مرحبا المهم نعرفوا الناس والضامين كيلاقيك مع العائلات ومع الرجال ومع الناس النقيه وهذا هو الفضل من الكسيب. والحمد لله العيد سنة حتى ربحتك دابا الحمد لله حنا راه ربحنا زيارتك والحمد لله من جا واحد العائله والسنه في العيد تفرح واحد العائله خدام العام كامل اي غتربح حتى شويه ولكن الربح هو ديك الضحكه من اللي كيذبح وكيلقى ديك السقيطه زوينه في الخير في هذا شوف كنستافد من هذا الشيء اللهم لك راه هاد البنايه تسرع عينك السيد هادو راه صايبناهم راه من الكسيب الحمد لله ربحنا من الكسيب استفدنا من الحولي ديال الله وكنبيعوه بالعز وبالثمن الحولي ديال الله وكنبيعوه بالعز وبالثمن كتخدم ولكن الخدمه والنقيه نقي يدك خاصك تكون شوف الانسان اللي نقي راه كسيبته تبقى نقيه حياته نقيه كيبغي النقا. انا دابا عزيز عليا النقا هدي نخلي البهيمه اللي نستافد منها وتبقى فيا الا خليتها جيعان. شو الحمد لله الكون ديالنا خدام بواحد النظام ديال الله سبحانه وتعالى. الشمس كيفاش كتطلع بالنظام النجوم بالنظام الشتاء في وقته الشتاء الصيف في وقته النظام كيلعب دور الله سبحانه وتعالى عطينا حنا واحد النظام في الحياه في الكواكب باش نفهموا النظام. الحمد لله واش انت دابا ما كتلاحظش انه النظام اللي متابع مع ديك السيبه هو كيعاونك. اللهم لك الحمد الحمد لله ونشكر ربي على هذا الشيء. ديك السيبه قلت كنحبها فانا كنت ما نبريكش نسافر هذه ولكن بديت كان الويكاند جي العطال هنا كنرتاح
قلت لك نلقى فيها راحتي. انا الفرو كتعجبني في رمضان كتجي تبقى تشوف فيها كتلقى الوقت مشى سبحان الله. قاد الصغفر حدا والحمد لله ونشكروا والحمد لله. الله ييسر لك في هذا الخير تبارك الله عليك ونطلبوا ربي ييسر لك الامور انت ولا الامور ديالنا. الحمد لله انت ولا الناس اللي معاك اخوان تبارك الله. الله ييسر لكم الفضل كيرجع لها الدراري مقابلين تبارك الله. هو كيرجع لهم الفضل السي سعيد والله يسر. الله يسر لك اخويا فريد نشوفوك ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر. احنا معاك تحيه المتتبعين السي سعيد والله يعطيهم الصحه وشرف لنا كبير. الشرف لينا شوفنا الناس والاصدقاء وتجي عندنا حتى السي سعيد. مرحبا بك شرفتينا اليوم. الله يودي وحسن الشرف تبارك الله عليك. مرحبا انت الشاقه اللي بغى يصور. مرحبا اللي جا. مرحبا اللي جا. مرحبا باب ضيعه فريد المزافي مشى على خاطره مفتوح. السيد قال لي فين قلت لي تدخل. لا تدخل مرحبا ايوه باب مفتوح. ملي كتجي واحد الوقت البهايم كتوجد المسائل راه كتفتح الباب. تفتح الباب ملي ما كيكونش واحد الوقت ديال البيع وهادي البهايم يلاه كتولد هادي راه ما كاين ما خاص. كاين خاص اتفق معك. جيتي عندي مرحبا بك ملك السيبه كيلحق وقتها يلحق وقتها كيلحق مجالها. اتفق معك بحال خدمه لانوك راه الباب مفتوح لانوك والعيد دابا العيد. حتى الدراري كيكون وقت الخدمه هذيك الساعه الجري وكتولاد وراه كاين البال وهذاك النظام كيسهروا معاه بالليل. هذا الشيء راه ما ساهلش السي سعيد راه يسهروا معاه بالليل ويردوا معاه البيت متحرين فيها السي سعيد. وخاصه اللي يرومها نرومها ولا نطيح لها بالليل وما الاولاد وفينا قال حولي لي لصق لي القرن في المجور خاصه تقول شوف وعلاش هذا ما ياكلش اش خاصه من دواء. شوف كاع اللي فيها الروح فيها الريسك كاين كاع اللي فيها الروح فيها الريسك. علاش حنا دابا العروبيه تبعنا الكسيبه وتبعنا الغنم والناس ناس اخرين تبعوا المحلات بحال الفرصه تبعوا الذهب المسائل الزريده دخل البلاد خاصك ضروري تورد تضرب تامه والحمد لله هذا الشيء بحلاوته عنده الحلاوه. عنده الحلاوه دابا كنقول حيد هذا الشيء اش غادي دير وانا مبلي بهذا الشيء. خصوصا ملي كتلقى الراحه النفسيه ديالك في شي حاجه. انا كنحب الكسيبه العشاقه المولوعه كاع انا عزيزه عليا وكان ما عمرني تحاسبت بها وما عمرني نحسب لها والبركه ما كتقطعش. كنصير عليها كيجيب الله داك الرزيق ديال العيد والعشاد ما حدنا عايشين البركه ما تقطعش وبرزقها باش عايشين الحمد لله. ما نكذبش عليك انا رزقها ما كنعرف ربي ما كيجيب. عندنا مشاريع اخرى في كازا ولكن الحمد لله برزقها ما كتعرف ربي من ربي الحمد لله. وهذا هو الفضل الحمد لله. شكرتوني لا ازيدنكم الحمد لله نشكر الله تبارك الله عليك. مرحبا السي سعيد الحديث معك شيق. الله يكبر بيك الله يكبر بيك الله يسر لك الامور ترحب بك الجنه. متابعينا الكرام فيديو ديال اليوم سهله مع خونا فريد المزافي مع هاد الخيرات كيف العاده جيم بارطاج. السلام عليكم.